إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مرة أخرى. كنتواجدوا أمام مقر شركة صانوفي للأدوية، وهادو عمال هاد الشركة اللي عاملين واحد الوقفة احتجاجية بسبب تضييق القرار ديالهم من طرف مسؤولي هاد الشركة. ونقراو لكم البلاغ اللي بسببه كنا في هذه الوقفة الاحتجاجية، حيث أن الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، النقابات الموحدة للمواد الكيماوية، في بلاغ ندير ممارسات وتصرفات إدارة شركة صانوفي إيفانتيس في خرق الحق والحريات النقابية، ونعبر عن تضامننا اللامشروط مع مستخدمات ومستخدمي وأطر شركة صانوفي إيفانتيس في جميع المبادرات النضالية، بدءا بالإضراب المصحوب بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر إدارة الشركة يوم الأربعاء، أي اليوم 23 أكتوبر 2024، ابتداء من الساعة 12 زوالا. إن النقابة الموحدة للمواد الكيماوية للاتحاد الجهوي للنقابات الدار البيضاء الكبرى تدين وتحتج على الممارسات وتصرفات إدارة شركة صانوفي إيفانتيس المتمثلة في الخرق السافر للحق والحريات النقابية والمضايقات والهجوم المتواصل على ممارسة الحق النقابي وضرب العمل النقابي للتخلي عن ممارستهم حقهم النقابي وتنيهم على الدفاع عن حقوق ومكتسبات مستخدمي ومستخدمات وأطر شركة صانوفي إيفانتيس. إن النقابة الموحدة للمواد الكيماوية تعبر عن تضامن اللامشروط وتهيب بكافة مناضلات ومناضلي مختلف الشركات والمؤسسات والوحدات الإنتاجية بالقطاع الانخراط الكلي والميداني بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية اليوم، واللي هي اللي كتشاهدوا أمامكم مشاهدي قناة شوف تيفي، للتعبير عن تضامنكم مع النضال العادل والدفاع عن الكرامة والحق والحريات النقابية وممارسة الحق النقابي المشروع. إذن هذا هو نص البلاغ، في انتظار أننا إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، فغادي نوصلوا لنهاية هذا المباشر، قربناكم فقط إلى الحدث بأن هناك وقفة احتجاجية لمستخدمي وموظفي
شركة سانوفي للأدوية هنا بمدينة الدار البيضاء، من بعد تضييق على عملهم أن قابلي وحق دستوري. لا حبا لا حبا.